كده. قال لك احنا مش عايزين نسمع حاجه. صح. كل القديم انتهى. خلينا من اول. ده كلام سليم. ده حلو كلام. المهم خدناها ورحنا سجلنا لها الواد. كويس. حلو الكلام. وجبناها انتحلت. ماشي. وبعد ما انتحلت دي كان عندها امتحان في الدبلو. انتحلت. جبناها على البيت. وديتها البيت وروحت انا عند امها. انتحنت. وبعد ما انتحنت ولد راح جابها. تمام. جميل. حلو قوي. بص قبل ما تروح يا استاذ حنفي كانت البت زي العسل. عايشه تمام ومفيش اي مشاكل. تمام. اول ما جت انتحنت مروح البيت راكبها 30 عفريت. عندكم انت؟ ايوه. شافت حماته؟ مش مهم. شافت عفريتك. المهم يا استاذ حنفي لما روحت لما روحت البيت عندنا جاي عيانه. واخد بالك؟ ما كنتش بتحبش ابنك؟ يمكن بتحب واحد تاني. لا ما رضاش. احنا هنقولها. طب يا استاذ حنفي المهم جت عيانه ورحنا حللنا لها وكشفنا لها. انت خدت الهم كله؟ بس ما انا يا استاذ حنفي وانا قاعد في البيت الله وكيل يا شيخ لقيت ابن عمي بيتصل بيا مهندس هو في مغاغه. ولقيت اخويا بيتصل بيا في عزبه النخل. انت يا ابني مش عايز تاخد مرات ابنك تكشف لها؟ قلت له الله. مين اللي قال الكلام ده؟ واخوالها دخلوا. قلت له يا عم والله بدال جيد لازم تشوف اللي انا عامله. صحيح. النهارده طالعه موديها للدكتورين ومعاملين لها تحاليل واشاعات. وريناهم الورق بالكلام ده للاستاذ عياد يسمع كده ويرد عليها فيه في المحصر اهو. طلعت براء. المهم جه شاف الورق ورحنا عملنا لها عمليه كان عندها حصو في المراره. واتبرحت لها انا بدمي. كان خساره فيها. يا ريتنا كان اعطانا لها دم مش دم بني ادم. خساره في دمها اساسا. لا دي بنت. بنت ايه؟ ما كنا بنعاملها اكتر من بنتنا. وكنت زي ما اجيب لي بنتي والله كنت زي ما بجيب لي بنتي بديها. طب بعد ما عطها من دمك ما اتغيرتش بعد بالدم بتاعي؟ هي ما قعدتش بعد العمليه 15 يوم. مرتي كانت بتلبسها الشبشب. واقسم لك بالله كنت اسندها وامشيها انا ومرتي. وجوزها ما سندهاش ليه؟ جوزها في الشغل غصب عنه. وانت اللي بتسند؟ طب اعمل ايه طيب؟ مش مرزوقه عندنا في الشقه بتاعتنا وهي عيانه؟ واخوها شاف الكلام ده. لو اخوها عايز يجي واجهني يجي. الكلام ده هو اخوها شافه. ماشي. وبعد ده كله يا استاذ حنفي اول ما تصحى امك في العش ولا طارت ما شفناهاش وهي ماشيه حتى. يعني كده نقول ربنا ربنا ياخدها. انا بتكلم على هوا بقول ربنا ياخدك. واحنا مش عايزينك اساسا. لا لا احنا جايين عشان نصلح. انا مش عايز الصلح اللي بالطريقه دي. انا مش لاقي حد اقعد معاه. رحت لخالها بتاع المحصر قال لي يا عم بص معلش انتوا نساب بعض خليكم مع اخوالها ناس محترمه. ان كان الاستاذ نناي اللي قاعد عندهم في شنره راجل مدير بوسطه راجل محترم او اذا كان خالها الاستاذ عياد محاسب ولا خالها الاستاذ هاني. الناس ديت ناس زي العسل. طب ما دخلوش وحلوا ليه ده زي العسل؟ ما هم قادرين على امها. امها برضه؟ ايوه ده اخوها عاطف. انا كنت رحت انا واخويا ومراتي. عارف حل اهي؟ بس خليني اكمل الكلمه. لا اكمل الكلمه ده بس. رحت انا اخويا ومراتي عشان اجيبها. كويس. ماشي. وبعدين بقى اخويا قاعد اخويا متجوز ومخلف اربعه. بقول له يا استاذ عاطف ده انا جاي اقعد معك انت. انا جاي اقعد مع واحده ست. جدع. مش في الاخر اجي من الكهرة عشان اقعد مع واحده ست. يا من المعادي. يا استاذ ما حنف ولا كوبايه ميه ولا كوبايه شاي ولا سلام. البت تقول هي كانت متربيه. كانوا بيجهزوا غدا انت اللي استعجلت. ده ولا كانت متربيه مع عبيد. خدت الواد وراحت اختفت مره واحده. راحت فين الله اعلم. الواد مين؟ هي ولدنا احنا ولا سج ابن. ايوه ابن. طب ما كويس. خدت ابني. ابن خدت ابني. ومشي. ما حتى عشان ما نسلمش عليه. ولا سلمت علينا ولا امها سلمت علينا. مفيش مشاكل. عارف حل واحده ست. اسمعني يا استاذ حنفي. اسمعني انت. لا انا عايز اخلينا اخلص الكلام. وبعدين اللي اخويا بقول له عاطف انا جاي اقعد مع راجل لراجل. راحت هي قالت اسمع. أيوة. هي مش ابن. هي مش بنته. ده بنتي انا. هو ملوش حكم عليها. طب والله العظيم لو امي قالت الكلام ده الله يرحمها وقالت الكلام ده قدام ناس يمسكها اطلع زمره رقبتها امي وادفنها بالحياه. ادفن امي بالحياه لو نطقت كلمه زي دي قدام الناس. طيب وتصغرني. انت عارف حلك كان ايه؟ ورحت لشيخ الجامع في نفس اليوم. وانت مالك بشيخ الجامع؟ علي دخل شيخ الجامع. هو شيخ الجامع كان مصلي الظهر وطالع لقاني قاعد في العربيه. ازيك يا باشا جيرانه؟ الامام الجامع ملزوق في بيته. ازيك يا باشا؟ قلت له ازيك يا شيخ؟ قال لي تعالى انا قاعد في العربيه. قلت له سبته قساوسه ولا سبته الشيخ الشيوخ؟ احنا كله جربناه. المهم بس هو الشيخ راجل محترم. ما اقدرش اقول في حقه حق. الراجل راح حبينا جاب لنا ميه ساقعه
وعمل لنا شاي وقال لك يا عمي مش غلط ابنك يقلعها ملط زلط ويضربها. ايوه نفس الكلام قلته لي. اسمع بس يا استاذ حنك، ومش ابنك ينفع يضربها كل يوم؟ قلت له طب يا عم الشيخ، قلت له انا قاعد في بيتك. قال قلت له لو الكلام ده حصل انا مش هطلع غير لما ادفع الحق اللي عليا. تمام. قال لي تواجههم؟ قلت له واجههم، انا عيني مكسوره. روح هاتهم. قال لي راح اجيبهم؟ قال لي راح. قلت له روح هاتهم. راح واجه. قال لي سامحني يا ابني حقك عليا، انا غلطت فيه. وانا بقول الكلام ده للشيخ وعايزه يسمعه، واذا كان عندي غلط يتصل بالاستاذ حنفي، لو عايز رقم الاستاذ حنفي يرن علي انا اديهوله، ويتصل بالاستاذ حنفي يقول له اللي حصل ايه. جبت رقم منين؟ مش ولدي كان عندك؟ طيب ماشي، هو رقم يبقى مع الناس كلها. حلو كده. انت عارف حل موضوعكم كله ايه؟ احنا عندنا مثل بيقول لك ايه، لا يفل الحديد الا الحديد. ازاي صح كده؟ انت كنت جبت امه. جبت ام مين؟ امه هي. انا ماليش دعوه بامه. اسمعني بس، انا هقول لك الحل. لا يفل الحديد الا الحديد. هنجيب امه. حلو. يعني سبب المشاكل زي الفل. ونجيب ام ابنك. اسمعني بس. ونقعدوا مع بعض ونقفل عليه. ما انا موافق، اقسم بالله اديني هتولد. انا موافق. طبعا انت تستريح. انا موافق. بس اقول لحضرتك على حاجه، هي مش امها بس اللي مخرب عليها. امها واختها. انت اختها اللي هي في مصر. اللي اسمها سهام. اختها اللي اسمها سهام. طب اسمع، انا عايز اسمع الواد غلبان ده بقى. هو ده والله، ده لو مش غلبان لا يا ابني، ده الواحد بيجيبها بيكسر رقبتها. ده الواحد بيجيبها مشاها خط مستطيل. مفيش واحد بيقدر على واحده ست. ازاي انت هتفرس صدرك وخلاص؟ لا مش هفرس. في واحد يقدر على واحده ست؟ ازاي؟ والله العظيم ما يحصل. لا ده هي بتجيبها هي اللي بتمشيك كده. ابقى اقول لك الصراحه، اقسم بالله ماشيه ولد على العجين مملخبطه. طب اهو انا بقول لك الصراحه، لانه لا كل مين انا مره تمشيني كده؟ اقسم لك بالله لو هتحبس فيها. انت ما فرد غير قدام الكاميرا. اقسم لك بالله لو مره هتحبس فيها. يا راجل احنا عارفين نتكلم منها. سيبك بقى من ابوك وامك، بامانه كده وقدام الناس، انت عايز مراتك ترجع ولا لا؟ بس يا استاذ حنان. لا مش هبص، انا بسالك سؤال عشان هي سامعانا دلوقتي بقى هي. لا بعد اذنك. أيوة. بعد اذنك ما تتكلميش. مين؟ ما تتكلميش انت. طيب. طيب. ثواني بقى. على مسؤوليتك. ما تبقاش دعوه، انا عايز اكلم هو. أكلم. مش عايز حد يتدخل. هي الاثنين يا ابني، لا هي هتنفعك ولا هو هينفعك، ولادك لازم يتربوا في حضنك. انا بسالك سؤال، انت عايز بهية بعيالها ولا مش عايزها؟ ما حدش قال مش عايزها. يعني انت عايزها بس مين اللي يضمن ان ما تسمش نفسها ولا تموت نفسها وشيلنا الليله؟ طب بتقول لي اشرب، بتقول لي اشرب سم، وقال هات لي سم عشان تبقى بصمتك، عشان اشرب سم تبقى بصمتك هتقول ريحه انت تتحبس. قلت لا بعد ما تشربي ابقى امسح الكوبايه. قلت لها عايز اشرب اللي يجي ده، انت تشرب سم اللي جابك. انت ما قعدتش في ساعه الصفا، فهمني انت ساعه الصفا، فهمني ولا مش فاهمني؟ في ساعه الصفا انت فهمني غلط. انا ساعه الصفا هي بعد الغداء، بعد ما اكلت واكله حلوه. انت دايما دماغك بتروح بعيد. بعد القعده الحلوه ما قلتلهاش انت زعلانه مني ليه؟ انا مقصر في ايه؟ حقك عليا، نبدا من جديد، ايه اللي مزعلك؟ حصل كتير يا استاذ حنفي، بس هي مسلمه ودنها لامها ولاختها. يا سيدي بلاش من الموبايلات دي، ما تشحن لهاش. اما احنا قعدنا. طب بقول لك ايه، انا عايز اكلم، انا عايز اكلم ابنك بقى. لما روحت تاني مره رحنا نجيبها، ما تاني مره ما بقى عملها وروحت. اول مره انا ما ضربتها، انا ضربتها مره واحده. مش هتبقى كل معاك سبب الضرب بقى. هقول لك، قاعد تحت انا وامي وابويا بترد، بقول الواد عمال تعالى رد على الواد. قالت لي مش رد، يا بنت خد الواد عمال عايز يسيبك من اللي بتعمله ده. قالت لك رضعك ورضعه. هي قالت كده؟ وبعدين انت ما صدقت. تاني حاجه سفاها ضرب يعني؟ لا ما در... ده انا خبطتها بايدي. طلعنا فوق قررتها تاني، رحت خبطتها بايدي بس. ايوه حتى ابني مش عايز ترضعه؟ هي اساسا هي كان بيرضع الصناعي. ضد الصناعي. طيب انت حاليا عايز بهي. طب هخلص كلام يا استاذ حنفي. ما انا هقول لك بس. ده في الحلو جاي كتير ورا. الحلو جاي، هات الحلو. ابونا بشوي بتاع بلدهم. لما راح التالت مره قالوا عايزه تيجي طالبين فلوس. امها طالبه فلوس. ليه فلوس ليه؟ ما هتقول لك اكله وشربها. اكله وش... عايزين اكل يا خبر ابيض. يعني الفتره اللي بنتها قاعد ما تصبر عليا. خدوا 5000. ما تصبر عليا. ومضونا على ورقه للواد ده ب 45 جرام ذهب، وقلت له ما تمضيش. انا قلت لابني ما تمضيش، وكان الراجل ده معانا، الراجل ده. طيب. حاضر كل حاجه الراجل ده. انت. لا ما تخافش عليا، تخاف عليا لا. توجع من طولك هتفرح ايه؟ اما اقول لك يا استاذ حنفي، اللي على راسه بطحه يعسس عليها. دايما صاحب الحق. وانا شايف لا مفيش بطحات. دايما صاحب الحق صوته عالي.
وانا صوتي عالي باذن الله على طول. انت عشان مكتوم في البيت جاي تعلي هنا يا زي بعضه ما يجراش حاجه. كل واحد يجي في البيت يبقى صوته واطي ما يصدق. ما يجراش حاجه يا استاذ حنا، في صوتي مكتوم ما يجراش حاجه، بس دايما صاحب الحق صوته عالي. طب نسكت بقى نهدى شويه. انت عايز تقول لي الوقت اللي بتقعده عند اهلها لما تيجي ترجعها يقول لك ده كلت وشربت فطار وغدا وعشاء 10000 جنيه وعايزين 15000 جنيه، ترس على 5 ترس على 7. انت كنت بتفاوض في المبلغ؟ اه لازم نعمل يا استاذ حنا. انت بتدفع الفلوس فعلا؟ اه يا استاذ حنفي. دفعت الفلوس؟ دفعت الفلوس. كل ما تروح ترجعها كده؟ ابويا قال لي ما تدفعش وما تمضيش على ورق، مضون على ورق 45 جرام دهب. بتمضي ليه؟ عشان لسه اخد مرته وابني، انا عايز اعيش مش عايز الناس تتفرج عليا. انت عندك اولاد قد ايه؟ عندي ولد وهي حامل بولد. طيب تمام تمام. بس هي بقى مضون على ورق عشان تضمن حقها. طب ابوك وامك ما كانوش معاك؟ لا ابويا وامي كانوا واقفين بره وقالوا له ما تمضيش، وانا كسرت كلامي كله عشان ريت. طب يعني انت هو صاحب قرار اهو، لا انت ابن امك ولا ابن ابوك، ما انت حاجه انت اللي خدت قرار رغم ان ابوك وامك قالوا لك ما تمضيش ورغم كده انت مضيت. يعني انت جدع. برافو. مضيت الشهر ده عشان شاري مرض وابني، مش 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 عايزهم ده شاريهم. جدع. جدع. هي قعدت شهر. بس اشمعنى 45 جرام ده اللي هو ابوك باعهم وجاب لك بيهم توك توك؟ لا مش خمسه، هم مضوني بالدهب بالذات عشان تضمن حقها. عشان رفعت قضيه طلاق قبل كده قالوا تضمن حقها. طب هو انت عندك وانت عندكم طلاق اصلا؟ ما انا رفعت طلاق تغيير مله، انا 3 سنين من الجواز. وصلت الدرجات دي؟ ما انا كل ما اروح عندهم بيطردونا من البيت ويشتمونا، مش عارفين ناخد مش عارفين ناخد حق ولا باطل، مش لاقي رجاله اقعد معاه. وكلمتهم في التليفون مش مرضي، شتمتني وهنتني وقالت لهم يعني انت مفيش مره خلعت وضربتها بالحزام؟ لا ما حصلش. تيجي تواجهني يا استاذ حنف، انا جد التواجه. طب نيجي لحته الشك. انت لو شفتها بتسلم على حد تعمل مصيبه. لو شفتها بتكلم مش هات الكلام ده معايا؟ ما حصلش يا استاذ. انت سمعته وهي بتقول لي ولا لا؟ انا سمعته بس ما حصلش. مش انت كنت حابسها 24 ساعه وما بتطلعش؟ لا ده كل يوم بتروح معايا السوق. الست اللي قاعده ورا دي محلها في السوق. اه. بتشوف كل حاجه وابنها بينام في محل الست دي. في المعادي؟ في المعادي في شارع السد العالي. ولما بتروح عند الست دي بتتغدى وابنها ينام هناك في المحل بتاع الست دي بتبقى واقفه فيه. طول النهار بتروح مع جوزها وبتيجي بالليل مع جوزها. عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا بيه. مفيش شك ان الست لما بتساعد جوزها الست تبقى كويسه، هي بتنزل مع جوزها وكل حاجه. انت واضح انت معاك فلوس كده. قال لك احنا مش عايزين نسمع حاجه. صح. كل القديم انتهى. صح. خلينا من اول. ده كلام سليم. ده حلو الكلام. المهم خدناها ورحنا سجلنا لها الواد. كويس. حلو الكلام. وجبناها انتحلت. ماشي. وبعد ما انتحلت دي كان عندها امتحان في الدبلو. اه امتحنت. جبناها على البيت، وديتها البيت وروحت انا عند امها. امتحنت. وبعد ما امتحنت ولد راح جابها. طب جميل حلو قوي. بص قبل ما تروح يا استاذ حنفي كانت البت زي العسل، عايشه تمام ومفيش اي مشاكل. تمام. اول ما جت امتحنت مروح البيت راكبها 30 عفريت. عندكم انت؟ ايوه. شافت حماتها؟ مش مهم، شافت عفريتها. المهم يا استاذ حنفي لما روحت لما روحت البيت عندنا جاي عيانه، واخد بالك؟ ما كنتش بتحبش ابنك؟ يمكن بتحب واحد تاني. لا ما رضاش. احنا هنقولها. طب يا استاذ حنفي المهم جت عيانه ورحنا حللنا لها وكشفنا لها. انت خدت الهم كله؟ بس ما انا يا استاذ حنفي وانا قاعد في البيت الله وكيل يا شيخ، لقيت ابن عمي بيتصل بيا مهندس هو في مغاغه، ولقيت اخويا بيتصل بيا في عزبه النخل. انت يا ابني مش عايز تاخد مرات ابنك تكشف لها؟ قلت له الله. مين اللي قال الكلام ده؟ واخوالها دخلوا. قلت له يا عم والله بدال جيد لازم تشوف اللي انا عامله. صحيح. النهارده طالعه موديها للدكتورين ومعاملين لها تحاليل واشاعات، وريناهم الورق بالكلام ده للاستاذ عياد يسمع كده ويرد عليها فيه في المحصر اهو. طلعت براء. المهم جه شاف الورق ورحنا عملنا لها عمليه، كان عندها حصوه في المراره، واتبرحت لها انا بدمي. كان خساره فيها، يا ريتنا كان اعطانا لها دم، مش دم بني ادم، خساره في دمها اساسا. لا دي بنت. بنت ايه؟ ما كنا بنعاملها اكتر من بنتنا، وكنت زي ما اجيب لي بنتي والله كنت زي ما بجيب لي بنتي بديها. طب بعد ما عطتها من دمك ما اتغيرتش بعد بالدم بتاعي؟ هي ما قعدتش بعد العمليه 15 يوم، مرتي كانت بتلبسها الشبشب. واقسم لك بالله كنت اسندها وامشيها انا ومرتي. وجوزها ما سندهاش ليه؟ جوزها في الشغل غصب عنه. وانت اللي بتسند؟ طب اعمل ايه؟ طيب مش مرزوقه عندنا في الشقه بتاعتنا وهي عيانه؟ تمام. واخوها شاف الكلام ده؟ لو اخوها عايز يجي يواجهني يجي، الكلام ده هو اخوها شافه. ماشي. وبعد ده كله يا استاذ حنفي اول ما تصحى امك في العش ولا طارت، ما شفناهاش وهي ماشيه حتى. يعني كده نقول ربنا ياخدها. انا بتكلم
بتكلم على الهوا بقول ربنا ياخدك، واحنا مش عايزينك اساسا. لا لا احنا جايين عشان نصلح. لا انا مش عايز الصلح اللي بالطريقه دي، انا مش لاقي حد اقعد معاه. رحت الخلا بتاع المعصره قال لي يا عم بص معلش انتوا نساب بعض، خليكم مع اخوالها ناس محترمه، ان كان الاستاذ نناي اللي قاعد عندهم في شنره راجل مدير بوسطه راجل محترم، او اذا كان خلا الاستاذ عياد محاسب ولا خلا الاستاذ هاني، الناس ديت ناس زي العسل. طب ما تدخلوش وخلوا ليه ده زي العسل؟ ما هم قادرين على امها. امها برضه؟ ايوه ده اخوها عاطف، انا كنت رحت انا واخويا ومراتي. عارف حل هي؟ بس خليني اكمل الكلمه. اكمل الكلمه ده بس. رحت انا واخويا ومراتي عشان اجيبها. اه كويس. ماشي. وبعدين بقى اخوها قاعد، اخوها متجوز ومخلف اربعه. بقول له يا استاذ عاطف ده انا جاي اقعد معك انت، انا جاي اقعد مع واحده ست. اه جدع. مش في الاخر اجي من الكهرة عشان اقعد مع واحدة ست. أي يا استاذ ما حنف ولا كوباية مية ولا كوباية شاي ولا سلام. البت تقول هي كانت متربية جاهز وغدا، انت اللي استعجلت. ده ولا كانت متربية مع عبيد، خدت الواد وراحت اختفت مرة واحدة. راحت فين الله اعلم. الواد مين؟ هي ولدنا احنا ولا سج ابن. ايوه ابن. طب ما كويس. خدت ابن ابني. ابن ابني عايز خدت ابني. خدت ابن ابني. ومشي. ما حتى عشان ما نسلمش عليه. ولا سلمت علينا ولا ما سلمت علينا. مفيش مشاكل. عارف حل واحدة ست. اسمعني يا استاذ حنفي. اسمعني انت. لا انا عايز اخلينا اخلص الكلام. وبعدين اللي اخويا بقول له عاطف انا جاي اقعد مع راجل لراجل. راحت هي قالت اسمع. أيوة. هي مش ابن، هي مش بنته، ده بنتي انا، هو ملوش حكم عليها. طب والله العظيم لو امي قالت الكلام ده الله يرحمها وقالت الكلام ده قدام ناس يمسكها طلع زمرت رقبتها امي وادفنها بالحياه. ادفن امي بالحياه لو نطقت كلمه زي دي قدام الناس. طيب وتصغرني. انت عارف حلك انا ايه؟ ورحت لشيخ الجامع في نفس اليوم. وانت مالك بشيخ الجامع؟ علي دخل شيخ الجامع. هو شيخ الجامع كان مصلي الظهر وطالع لقاني قاعد في العربيه. ازيك يا باشا جيرانه؟ الامام الجامع ملزوق في بيته. ازيك يا باشا؟ قلت له ازيك يا شيخ؟ قال لي تعالى انا قاعد في العربيه. قلت له سبته قساوسه ولا سبته شيخ الجوار؟ احنا كله جربناه. المهم بس هو الشيخ راجل محترم. ما اقدرش اقول في حقه حق. الراجل راح حبينا جاب لنا ميه ساقعه وعمل لنا شاي وقال لك يا عمي مش غلط ابنك يقلع حملت زلط ويضربها. ايوه نفس الكلام قلته لي. اسمع بس يا استاذ حنفي. ومش ابنك ينفع يضربها كل يوم؟ قلت له طب يا عم الشيخ، قلت له انا قاعد في بيتك. قال قلت له لو الكلام ده حصل انا مش هطلع غير لما ادفع الحق اللي عليا. تمام. قال لي تواجههم؟ قلت له واجههم انا عيني مكسوره. روح هاتهم. قال لي راح اجيبهم؟ قال لي راح. قلت له روح هاتهم. راح واجه. قال لي سامحني يا ابني حقك عليا انا غلطت فيه. وانا بقول الكلام ده للشيخ وعايزه يسمعه، واذا كان عندي غلط يتصل بالاستاذ حنفي، لو عايز رقم الاستاذ حنفي يرن علي انا اديهوله ويتصل بالاستاذ حنفي يقول له اللي حصل ايه. جبت رقم منين؟ مش ولدي كان عندك؟ طيب ماشي. هو رقم يبقى مع الناس كلها. حلو كده. انت عارف حل موضوعكم كله ايه؟ احنا عندنا مثل بيقول لك ايه، لا يفل الحديد الا الحديد. ازاي صح كده؟ انت كنت جبت امه. جبت ام مين؟ امه هي. انا ماليش دعوه بامه. اسمعني بس انا هقول لك الحل. لا يفل الحديد الا الحديد. هنجيب امه. حلو. يعني سبب المشاكل زي الفل. ونجيب ام ابنك. اسمعني بس. ونقعد مع بعض ونقفل عليه. ما انا موافق. اقسم بالله اديني هتولي. انا موافق. طبعا انت تستريح. انا موافق بس اقول لحضرتك على حاجه. هي مش امها بس اللي مخرب عليها. امها واختها. انت اختها اللي هي في مصر. اللي اسمها سهام. اختها اللي اسمها سهام. طب اسمع انا عايز اسمع الواد الغلبان ده بقى. هو ده والله ده لو مش غلبان لا يا ابني ده الواحد بيجيبها بيكسر رقبتها. ده الواحد بيجيبها مشاها خط مستطيل. مفيش واحد بيقدر على واحده ست. ازاي؟ انت هتفرس صدرك وخلاص. لا مش هفرس. في واحد يقدر على واحده ست. ازاي؟ والله العظيم ما يحصل. لا ده هي بتجيبها هي اللي بتمشيك كده. أبقى اقول لك الصراحه. اقسم بالله ماشيه ولد على العجين ما ملخبطه. طب اهو انا بقول لك الصراحه لانه كلنا لا كلنا كده. كل مين؟ انا مره تمشيني كده اقسم لك بالله لو هتحبس فيها. انت ما فارد غير قدام الكاميرا. اقسم لك بالله لو مره هتحبس فيها. يا راجل احنا عارفين نتكلم منها. سيبك بقى من ابوك وامك بامانه كده وقدام الناس، انت عايز مراتك ترجع ولا لا؟ بس يا استاذ حنان. لا مش هبص، انا بسالك سؤال عشان هي سامعانا دلوقتي بقى هي. لا بعد اذنك. أيوة. بعد اذنك ما تتكلميش. مين؟ ما تتكلميش انت. طيب. ثواني بقى على مسؤوليتك. ما تبقاش دعوه، انا عايز اكلمه هو. أكلم. مش عايز نبقى حد يتدخل. هي الاثنين يا ابني، لا هي هتنفعك ولا هو هينفعك. ولادك لازم يتربوا في حضنك. انا بسالك سؤال، انت عايز بهية بعيالها ولا مش عايزها؟
ما حدش قال مش عايزها. يعني انت عايزها بس مين اللي هيضمنني ان ما تسمش نفسها ولا تموت نفسها واشيل انا الليله؟ طب بتقول لي اشرب، بتقول لي اشرب سم وقال هات لي سم عشان تبقى بصمتك، عشان اشرب سم تبقى بصمتك هتقول تروح انت تتحبس. قلت لا بعد ما تشرب يبقى امسح الكوبايه. قلت لها عايز اشرب ليه جيب ده انت شرب سم اللي جابك. انت ما قعدتش في ساعه الصفا، فهمني انت ساعه الصفا فهمني ولا مش فاهمني؟ في ساعة الصفا انت فهمني غلط. انا ساعة الصفا هي بعد الغداء بعد ما اكلت واكله حلوه. انت دايما دماغك بتروح بعيد. بعد القعده الحلوه ما قلتلهاش انت زعلانه مني ليه؟ انا مقصر في حقك عليا، نبدا من جديد، ايه اللي مزعلك كده؟ ولا في ساعة الصفا حصل كتير يا استاذ حنفي، بس هي مسلمه ودناها لامها ولاختها. يا سيدي بلاش من الموبايلات دي، ما تشحن لهاش. اما احنا قعدنا بقول لك ايه، انا عايز اكلم، انا عايز اكلم ابنك بقى. لما روحت تاني مره روحنا نجيبها، ما تاني مره ما بقى اعملها وروحت. اول مره انا ما ضربتها، انا ضربتها مره واحده. مش تبقى يكون معاك سبب الضرب بقى. هقول لك قاعد تحت انا وامي وابويا بترد، بقول الواد عمال يعيط، تعالى ردع الواد. قالت لي مش رد، يعني انت خد الواد عمال يعيط سيبك من اللي بتعمله ده. قالت لك ردعك وردعه. هي قالت كده؟ وبعدين انت ما صدقت. تاني حاجه سفاها ضرب يعني؟ لا ما ده انا خبطتها بايدي. طلعنا فوق قررتها تاني، رحت خبطتها بايدي بس. ايوه حتى ابني مش عايز تردعه. هي اساسا هي كان بيرضع الصناعي. ضد الصناعي. طيب انت حاليا عايز بهي. طب هخلص كلام يا استاذ حنفي. ما انا هقول لك بس. ده في الحلو جاي كتير ورا. الحلو جاي، هات الحلو. ابونا بشوي بتاع بلدهم. لما راح التالت مره وقال انا عايزه تيجي طالبين فلوس. امها طالبه فلوس. ليه فلوس ليه؟ ما هتقول لك اكله وشربها. اكله عايزين اكل يا خبر ابيض. يعني الفتره اللي بنتها قاعد ما تصبر علي. خدوا 5000 ما تصبر علي. ومضونا على ورقه للواد ده ب 45 جرام ذهب، وقلت له ما تمضيش. انا قلت لابني ما تمضيش، وكان الراجل ده معانا. الراجل ده حاضر كل حاجه. الراجل ده لا ما تخافش عليا، تخاف عليا لا. توجع من طولك هتفرح ايه؟ اما اقول لك يا استاذ حنفي اللي على راسه بطحه يعسس عليها. دايما صاحب الحق. لا ما فيش بطحات، دايما صاحب الحق صوته عالي، وانا صوتي عالي باذن الله على طول. انت عشان مكتوم في البيت جاي تعلي هنا يا زي بعض وما يجراش حاجه. كل واحد يجي في البيت يبقى صوته واطي ما يصدقش. ما يجراش حاجه يا استاذ حنفي، صوتي مكتوم ما يجراش حاجه، بس دايما صاحب الحق صوته عالي. طب نسكت بقى نهدى شويه. احكي انت عايز تقول لي الوقت اللي بتقعده عند اهلها لما تيجي ترجعها يقول لك ده كلت وشربت فطار وغدا وعشاء. 10000 جنيه وعايزين 15000 جنيه. ترس على 5 ترس على 7. انت كنت بتفاوض في المبلغ؟ لازم نعمل ايه يا استاذ حنفي؟ كنت بتدفع الفلوس فعلا؟ يا استاذ حنفي. دفعت الفلوس؟ دفعت الفلوس. كل ما تروح ترجعها كده؟ ابويا قال لي ما تدفعش وما تمضيش على ورق، مضون على ورق 45 جرام ذهب. بتمضي ليه؟ عشان لسه اخد مرته وابني، انا عايز اعيش مش عايز الناس تتفرج عليا. انت عندك اولاد قد ايه؟ عندي ولد وهي حامل بولد. طيب تمام. بس هي بقى مضون على ورق عشان تضمن حقها. طبعا ابوك وامك ما كانوش معاك. لا ابويا وامي كانوا واقفين بره وقالوا له ما تمضيش، وانا كسرت كلامي كله عشان ريت. طب يعني انت هو صاحب قرار اهو، لا انت ابن امك ولا ابن ابوك، ما انت حاجه انت اللي خدت قرار رغم ان ابوك وامك قالوا لك ما تمضيش ورغم كده انت مضيت. يعني انت جدع. برافو. مضيت الشريط عشان شاري مرض وابني، مش عايزهم ده انا شاريهم. جدع. هي قعدت شهر. بس اشمعنى 45 جرام ده اللي هو ابوك باعهم وجاب لك بيهم توك توك؟ لا. مش خمسه، هم مضوني بالذهب بالذات عشان تضمن حقها. عشان رفعت قضيه طلاق قبل كده قالوا تضمن حقها. طب هو انت عندك وانت عندكم طلاق اصلا؟ ما انا رفعت طلاق تغيير مله. انا 3 سنين من الجواز. وصلت الدرجات دي؟ ما انا كل ما اروح عندهم بيطردونا من البيت ويشتمونا، مش عارفين ناخد حق ولا باطل. مش لاقي رجاله اقعد معاه. وكلمتهم في التليفون ما رضوش، شتمتني وهنتني وقالت لهم يعني انت ما فيش مره خلعت وضربتها بالحزام؟ لا ما حصلش. تيجي تواجهني يا استاذ حنفي، انا جد التواجه. طيب نيجي لحته الشك. انت لو شفتها بتسلم على حد تعمل مصيبه. لو شفتها بتكلم مش هيت الكلام ده معايا؟ ما حصلش يا استاذ. انت سمعته بتقول لي ولا انا سمعته بس ما حصلش. مش انت كنت حابسها 24 ساعه وما بتطلعش؟ لا ده كل يوم بتروح معايا السوق. الست اللي قاعده ورا دي محلها في السوق. بتشوف كل حاجه، وابنها بينام في محل الست دي. في المعادي؟ في المعادي في شارع السد العالي. ولما بتروح عند الست دي بتتغدى، وابنها ينام هناك في المحل بتاع الست دي، بتبقى واقفه فيه طول النهار. بتروح مع جوزها وبتيجي بالليل مع جوزها. عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا بيه. مفيش شك ان الست لما بتساعد جوزها الست تبقى كويسه، هي بتنزل مع جوزها وكل حاجه. انت واضح انت معاك فلوس. واضح انت مجرش. لا مش مجرش، انا معايا فضل ربنا. يا عم احنا هنحسدك وانت بتتكلم. مش هتحسدني ولا حاجه. بس مش المشكله بقى، مش حته ان احط القرش على القرش واتنس. يعني مين يقول ابغى تطلع مع جوزها من الساعه 6 الصبح لغايه الليل ويديها كل اسبوع 10 جنيه؟ وده كلام.
اما هي الفلوس البيع كلها معاها، هي الشنطه بتاع البيع. ايوه دي امانه. امانه ايه؟ هو في واحدة تقول الكلام ده وتقول لي أمانة؟ أمانتي اللي تقول. هي بتقول لي بشتغل الأسبوع كله معاه، بيديني كل أسبوع 10 جنيه. هي بتدي له 10، بيديها 10 جنيه. سمعت الكلام ده ما سمعتوش؟ سمعت بس ما حصلش. أنا هتاكل إيه؟ كلهم هتاكل إيه؟ أنا آكل ورق. هتاكل في مصر يا بيه هتدفع 30 جنيه. الأكل وشربه ما على جوز. أمال 10 جنيه بتاعتها. مصاريف اللي عايز أخليها أجيب حاجة كده، حاجة كده، ما أنت فاهم؟ ما معاش. والله بديها ب 300 جنيه. والله بتاخد ب 350 جنيه مني. كل اسبوع؟ لا كل ما تقول لي اديني بديها. هي بتكذب بس يا استاذ حنفي، والله هي بتكذب. وانا كل اديني 250 جنيه ولا حاجه. هي سامعاني، لو عايزه ترد تيجي ترد، انا مفيش مشكله. كنت بتدي وعندك ام اسمها شهده جت عايزه مانجا، جبت لها كل مانجا ب 30 جنيه. عايزه مش عايزة، ما استخسرتش فيها حاجه. جبت كيلو مره واحده؟ انا هيصت انا وهي. الكيلو ب 30 جنيه. عدل انت لابني. جاب لها كيلو. الكيلو 30 جنيه. جاب لها كيلو واحد. لا ما بنجيبش القليل. بسالها اقول لها البرتقال والعنب كان بيجي ازاي؟ كان بتطلع تجيبه من العربيه هي.